هي تساؤلات عدة وقف أمامها المتابعون حول جولة المرشد الإيراني علي خامنئي في المعرض الدولي 35 للكتاب في طهران، وتقديم نفسه كرجل ينتقد الظلم ويتأثر به، وذلك عندما تصفح كتاباً خلال جولته في المعرض وتحدث عن أن هذا الكتاب يصور بشكل قوي وجميل حول ما ذكره من مظلومية اليونانيين أمام الأتراك العثمانيين وقت الحكم العثماني لليونان في مرحلة تاريخية سابقة. خامنئي ظهر خلال هذا المشهد عبر مقطع مصور على منصة إكس ما بين حالتين بحسب متابعين. الأولى تتعلق بأن الرجل البالغ من العمر 85 عاماً يتذكر حقبة تاريخية تتعلق بالظلم تخص تركيا العثمانية البعيدة، في حين أنه يتناسى الظلم وأفعال الحرس الثوري وميليشيات وكلاء إيران في المنطقة، والتي بدأت منذ عقود ولا تزال مستمرة. بينما ذهب آخرون إلى مشهد ثان يتعلق بأن المرشد الإيراني لا يستطيع الاستغناء أبداً عن إظهار الجوانب التي يريد تصديرها فقط حول نفسه وبلاده، وكأن بصمات الميليشيات الإيرانية بين لبنان والعراق واليمن بحق الأبرياء غير حاضرة على أرض الواقع. وأثار هذا المقطع المصور استفزاز بعض المتابعين وسخرية آخرين حول الفيديو الذي ظهر به المرشد مطالبين إياه بضرورة مراجعة أحداث الماضي والحاضر وما فعلته إيران ووكلاؤها في المنطقة.